مكملين معاكم ودي اخر فقره في الليله دي للاسف يعني مع الجميله النجم الصوت الرائع بوسي. اغنيه لشيرين برضو يعني جرح تاني بتغنيها لشيرين. ده كنت صغيره قوي صح؟ كان عندي 15 سنه. ده في الشرقية برضو فرح في الشرقية. انت قلتي يعني ده على اليوتيوب لقيناه، انت تعرفي عنه؟ لا انا شفته يعني شفته كتير في مش عارفه مين نزله وانا اتفرجت عليه عادي زي اي حد. بتزعلي لما حاجه دي قديمه مثلا تتحط لك فرح شعبي خاصه مع نجوماتك دي دلوقتي ولا عادي؟ اصلي هزعل ليه يعني؟ اصلي دي حاجه ما تعبنيش ولا حاجه تهريني، انا كنت بشتغل وده عادي، وكمان انا كنت صغنونه يعني كان عندي 15 سنه اول ما اشتغلت. حلو قوي ده. عظيم. ده مسلسل حالة عشق. كان بطولة طبعا النجمة مي عز الدين طبعا، ويعتبر من يعني أول مسلسل نقدر نقول أول مسلسل فعلا أول مسلسل أول حاجة يعني. أنت ما شاء الله بطلة أفلام وداخلة يمين وشمال سينما، ده كان أول مسلسل. إيه رأيك في التجربة دي؟ كانت بصراحة شرف ليا. حبيتي أكتر التلفزيون ولا السينما؟ لا دي حاجة ودي حاجة، دي جو ودي جو، بس بصراحة الكاست والمخرج والفنانين وكله الروح حلو، الموضوع كله على بعضه الروح حلو في اللوكيشن. انا حبيته وحبيت التجربه وكمان الدور نفسه ان برضه شخصيه غريبه عليا، ف يعني حماس برضه حماس ان انا اقدر اعمل الشخصيه دي مع اني كنت خايفه منها جدا. لا بس كان المسلسل كمان ككل كان مسلسل حلو، الناس تابعته كتير قوي. الحمد لله. ممكن بقى رمضان الجاي نشوفك بطله مسلسل؟ انا بمثل واقدر امثل وكل حاجه، بس مش بامكانيه تشيلي مسلسل، ان انا اشيل مسلسل دلوقتي. مارلين مرو بتاعت الزقازيق مسخره صح؟ بصي انت هنا عملتي الكاركتر او عملتي شخصيه مارلين مرو، يعني كان سهل عليكي ان انت تعملي ده ولا لانه في ناس كتير قوي في ناس ما عجبهاش؟ ناس كتيره غلطت فيا. لا بصراحه هو طبعا مش سهل يعني ان انا اعمل مارلين مرو، يعني أسطورة الإغراء في العالم كله، يعني حاجة مش سهلة طبعا، بس احنا عملناه بطريقة كوميدي. انا طبعا انا كنت خايفة نعمله ازاي، فعشان كده يعني بقيت بحرص على كل التفاصيل، على الباروكة، على الميك اب، على الدريس، على كل حاجة، اللي هو عايز اطلع يعني مارلين مونرو فعلا، بس طبعا مع اختلاف طبعا. بس احنا عملناه بطريقة كوميدي. حلو. مش عملنا مارلين مونرو الاغراء وان انا اطلع سكسي والاغراء والحاجات دي، لا خالص احنا عملناها كوميدي. لو بعد الانتقادات اللي جات لك على تويتر والحاجات دي، لو بعد الانتقادات دي نعتبر انه جالك نفس الدور تعالي اعملي مارلين مونرو تاني، هتعمليه ولا لا؟ والله هعمله، ما اعملوش ليه يعني؟ يعني انا حبيت الموضوع وحبيت الاغنيه وحبيت الفيلم قوي قوي. انت عارفه ان الدور ده كانت هتعمله اساسا دنيا سمير غانم؟ دنيا سمير غانم طبعا. وكان قبل كده كان مع المنتج محمد حفظي. لا انا ما اعرفش كان مع مين الاول بالظبط، وما تعرفش فعلا كان انتاجيه واتصور السبكي المنتج الفيلم ما جابش ودنيا صورت ودنيا فعلا صورت اللي انا سمعته يعني. أيوه. طبعا ما بعرفش التفاصيل دي قوي. بس انا عرفت ان دنيا صورت نعم. باين مشهد او حاجه يعني ابتدوا فيه تصوير، بس ما رجعوش جابوا دنيا علشان الميزانيه يعني الله اعلم. او باين انا سمعت عشان بقت هي خلاص بقت حامل يعني. مش عارفه بصراحه الظروف ايه يعني. بس طبعا يعني ده حاجه جميله ان انا مطرح دنيا يعني انا بموت فيها اصلا. حلو. بصي انت المطربه الشعبيه الاولى في مصر دلوقتي؟ مش انا اللي اقول، الناس هي اللي تقول. لا بس انا عايزاكي تقولي انت يعني. لا انا الحمد لله بالنسبه لشغلي وبالنسبه لمحبه الناس وبالنسبه اللي انا فيه الناس بتقول كده. بتقول ان انت يعني انت شايفه ان ممكن تكوني من ناحيه نجاحك وشغلك تبقي المطربه الشعبيه الاولى. الحمد لله. طيب خلينا نشوف في استفتاء اسمه مما، ده ناس هي اللي بتختار النجمه بتاعها، فخلينا نشوف مين تفتكري مين اللي حصل على افضل مطربه شعبيه ل 2014. الله ممكن تكون امينه. مظبوط كده، ممكن تكون امينه افضل مطربه شعبيه في 2014 بحفل الميمة. انا فعلا انا سمعت انها خدت جائزه. فعلا. ليه ما راحتش يعني؟ انت قلتي يعني ممكن عشان جات لي قبل كده السنه اللي قبلها. جات لك السنه قبلها فالسنه دي بس بقى مش اللي. عارفه يعني انا مش فاكره كانت هي باين على افضل اغنيه شعبيه. يا دنيا انا خدت الجائزه دي. بيزعجك لما مثلا الفنانه امينه تقول انا تاريخي اكبر من بوسي؟ لا طبعا ما يزعجنيش.
ما يزعجنيش لا ابدا طبعا. انا بحب امينه وانا بحبها كفنانه طبعا. هي في المجال الفني هي قبل مني. هي من قبل مني. ممكن انت تبقي لسه طالعه وتتقدمي على اللي قبلك باجتهادك وبشغلك بتتقدمي ممكن. وانا دايما انا مركزه في شغلي ومركزه في حالي، ما بركزش ده عمل ايه وده عمل ايه وده عمل ايه في حياته، لا خالص انا مركزه في نفسي وفي حياتي، فعشان كده الحمد لله ربنا بيكرمني. حلو، لو قلت لك اسم اتنين انت حاسه انهم ظلموكي قوي في حياتك تقولي مين ومين؟ ما هو للاسف مش هقدر اقول للاسف. ليه؟ عشان يعني هو واحد من دمي وواحد ابو ابني فمعروفه يعني معروفه. بس انا يمكن في حد توقعت انه ممكن برضه يكون من اللي ظلموكي على حسب ما قريت، هو المنتج اشرف عبد المسيح. لا هو اولا المعلم اشرف ما ظلمنيش، هو مش هو السبب على فكره، السبب فطين. في الاخر فاطين اللي هو ابو ياسين هتلف ودوري هتلاقي الموضوع مين السبب، هو مش المعلم اشرف. انه مضيتي عقد، خلينا نفهم للناس انت مضيتي عقد احتكار انت شايفاه دلوقتي ان هو مجحف جدا بالنسبه لك. انا فعلا انا مضيت عقد يعني ومضيت على العقد من غير ما اقراه. العقد بياخد 50% لحد الان من شغلي من غير ما اقراه. يعني انا دلوقتي لو بقرا عقد يعني حتى لو ابويا نفسه وبمضي معاه على عقد ما اكيد لازم هقراه واعرف انا هاخد كام وانت هتاخد كام. ولو ابويا هيعمل معايا كده ده شغل، ده ملوش دعوه، انا هرفض. فبالدليل ان انا ما وافقتش على ده. طيب وهو كان اللي انا عرفته بقى بعد كده ان هو خد فعلا منه فلوس. طب انت ليه بتاخد منه فلوس وانت تقول لي انك بتصرف من جيبك؟ فطبعا الراجل دفع فلوس فهو عايز يرجع فلوس ودي فبالدليل انت عشان ناجحه فالمشاكل عماله تكتر عليكي الحمد كل لله. شويه الحمد لله وكل يعني كل واحد كده، كل واحد بينجح في حياته بياخد له يومين كده كعبله شويه. لا ان شاء الله ربنا يجدك من اي كعبله. معايا الحمد لله. خلينا كده نشوف صوره عشان بقى نبارك لك بعد الصوره دي. ورايا ورايا الإشاعات اللي كل احسميها لي بقى دلوقتي يعني فتى أحلامك الفنان سعد الصغير. يعني عارفة أنت جايبين اتنين ما ياكلوش مع بعض خالص يعني ده أنا يعني أنا بالنسبة لي يعني أنا وهو إخوات يعني إحنا اتنين صحاب يعني مش واحد يعني مش مثلا اتنين صحاب راجل وست، لا اتنين رجال يعني أنا وهو يعني أبو زمل زميلي أبو زمل شقي. أنا وسعد إخوات وصحاب ومراته حبيبتي طبعا. حلو. ازاي وكمان انا ازاي يعني هاخد قرار ان انا اتجوز وانا لسه ما خدتش الحكم بالطلاق ازاي؟ مظبوط. يعني عايزه اقول لهم يعني مخكوا فين؟ مش منطقي الموضوع ابدا. مخكوا فين؟ خلاص احنا حسمناها دلوقتي عندنا في الليله دي. وعايزه بقى ايه انت يعني على المشاكل اللي بتحصل لك دي حسيتي ان انت محتاجه كده جلسه مصالحه مع نفسي وجلسه دكتور نفسي، تقبلي ابقى دكتورتك النفسيه؟ صدقي الموضوع ده كان نفسي فيه. والله العظيم كان نفسي كذا مره انا عايزه اروح لدكتور نفساني. طيب هحطك في اجواء الدكتور النفسي وتفضلي معايا على الشيزلونج. عايزاكي تبقي ايه تسترخي تماما وعايزاكي تغمضي عينيكي كده عيشي ان انت عند دكتور نفساني. لا اوعي تعملي فيها مقلب. لا 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 ما تقلقيش وحياة امك. لا لا خالص صدقيني مفيش مقلد ولا اي حاجه. بصي بقى اول سؤال عندك ما تخافيش انا عايزاكي تركزي معايا. لا كده مش هينفع انا عايزه اشتغل. هتفضل اتفضل. اوكي لازم تفضلي مغمضه عيونك. اتفضل يا دكتور. اول سؤال بتحبيني؟ ده على اساس مين؟ على اساس انا اروح بموت فيك. يا حبيبتي. طيب بتخافي من ايه في الحياه؟ من الضلمه. واحنا مش ضلمه هو الدنيا اضاءه. ايه العقده اللي في حياتك؟ انا ما عنديش عقد والله انا مش معقده. غمضي برضو. مفيش حاجه عقده في حياتك صح؟ لا ما مفيش عقد معينه بس بتكرهي الرجاله يا بصي؟ لا يعني كنت يعني التجربه اللي انا جربتها
كنت بكره الرجالة عمى هتعملي فيا ايه؟ مش حاجة والله. طيب لو في فرح بتغني هجري والمصحف هجري. مفيش حاجة يا بنتي. لا انا مش اصلا مش مطمنه. لا دي كدوب، دي هديه بيجيبها لك كدو. ايه هتجيبي لي قطه وتحطيها في عيني؟ لا ما فيش قطه، انت شايفه حاجه بتتحرك حواليك. انت متوتره وتقولي لي كدو ايه؟ عادي بس عادي بس هجيب لك هديه في الاخر. يا رب استر يا رب. عندك صديقات في الوسط الفني ولا لا؟ عندي طبعا، بس مش فنانين او مطربين يعني. طبعا ناس كتير صحابي وناس كتير حبايبي، بس ممكن اللي بيبقوا القريبين ليا بيبقوا ستايلست، كوافير، ماكير. حلو ده كده يعني. طب خدي ده انا جايبه. انا قلت ليه؟ سوبر ماركت يعني ده صاحبي. خدي بقى معاكي كده يا مو مع نفسك. لعلمك ده انت مريضه متعبه جدا، تفضلي قدامي. ما انا مش مطمنه لك من الاول. يا نهار اسود. ليه بس؟ انت جاي سوبر ماركت مش لازم تبقي مش مطمنه لك. انا عارفاكي بتعملي حاجات كده غريبه. لا بس حلوه بصراحه. بصراحه انا مرقباني بس برضه عايزه اشوفك هتعملي فيا ايه. طيب ام ياسين. نعم. كلميني عن ياسين بقى. يا قلبي قوي الكلمه دي. ام ياسين كلميني عن ياسين شويه. ما شاء الله الله ما شاء الله. الصوره دي قريبه. دي انت وياسين ابنك الوحيد. صح. بتقضي معاه وقت كتير ولا ما بتلحقيش؟ وايه الوضع عامل ازاي يعني؟ والله طبعا بالنسبه لشغلي انا طبعا انا مقصره مع ابني كتير. بس بالنسبه لشغلي ما بلحقش اقعد معاه زي ما اي ام بتقعد مع عيالها او بتقعد مع ابنها يعني. يعني ما بلحقش اقعد معاه يعني. زي دلوقتي انا لو ست عاديه ما بشتغلش اكيد طبعا هقعد مع عيالي اكتر من كده بكتير. بس ياسين بحس انه متفاهم ده. تقولي له ايه من قلبك؟ تقولي له ايه من قلبك دلوقتي؟ بص للكاميرا كده هتلاقيه بيشوفك. تقولي له ايه؟ انت حبيب قلب امك انت، وانت روحي، وانت اللي عشانك استحملت حاجات كتير قوي. حلو قوي. بصي اقول لك على حاجه. اقول لك على حاجه، انا كأم ساعات يجيني هاجس كده اقول ايه لو انا مت مش موجوده مين هيربي بنتي؟ لا ربنا يخلي لك مامتك وباباها. انت ايه اللي بيجي في بالك؟ بيجي في بالك الفكره دي؟ امهات كتير قوي بيجي في بالهم. بالظبط ايه؟ واحنا بنسافر كتير وكده طبعا ربنا يحميكي و بيجي في بالك الموضوع. اقول لك لو انا الاول انا ما كنتش في الاول، انا كان لحد دلوقتي قلبي جامد. انا قلبي جامد. بس الاول كان عادي يعني، لو كان جرى لي اي حاجه او لو قدر الله يعني مت او جرى لي اي حاجه ما فيش حاجه اخاف عليها يعني. ما يعني ربنا عايز كده. لكن دلوقتي انا بقيت اخاف على نفسي اكتر عشان ابني، عشان ابني محتاج لي، عشان هو ما عندوش غيري في الدنيا. ربنا يخليكي لي يا رب ويخليه لك. بصي احنا مبسوطين بوجودك معانا جدا. مش اكتر مني. واتبسطت بيكي قوي. وانت يعني المفروض تكوني عرفتي انا بحبك قد ايه. حبيبتي بجد نورتي الدنيا، وانا بتمنى لك من قلبي يا رب كل التوفيق ونجاح اكبر كتير من اللي انت فيه دلوقتي. تستاهلي. انا بجد انا بموت فيكي والله العظيم، مش كلام ولا قدام الناس. لا انا بحبك بجد عشان انت تستاهلي كل خير. وانت شخصيه جميله جدا جدا جدا. ربنا يخليك. حسك ان انت مننا كده حبيبتي يعني. ولا مزيفه ولا لا، انت مننا كده طبيعيه كده على طبيعتك، وانت جميله وناس كلها بتحبك حبيبتي، وبرنامجك ناجح بوجودك ومسمع والله العظيم بجد. مش والله بوجودك مسمع وناجح ويا رب دايما كده على طول. ربنا يخليك. وانا بجد كنت مبسوطه جدا 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 منك. طبعا مش هينفع يعني ننهي الحلقه من غير ما تقشعريني مره تانية بصوتك الحلو والجميل ده. بتقولي لي الكلام ده انا قلبي بيتوجع والله العظيم. تستاهلي وتستاهلي اكتر كمان. وتحيه كبيره جدا للنجمه الجميله بوسي. وصلنا لنهايه الليله دي، استنونا في ليله جديده مع فنانين جداد والنجمه بوسي واغنيه الختام. غني معايا يلا.
انا وحالي.